سيد النائب، خليني أسأل حضرتك. بنتكلم هذه الفترة إنه عن ارتفاع في حجم الصادرات وعن أرقام مختلفة الحقيقة. حضرتك شايف إزاي هذا الملف وحجم الارتفاع اللي حصل الفترة الأخيرة؟ بص حضرتك، الحقيقة عشان نتكلم على قطاع التصدير الزراعي لازم نتكلم على قطاع بأكمله. يعني مصر عندها حوالي 9.6 مليون فدان، في 3.1 في الأراضي الصحراوية، و6.5 في الأراضي الدلتا القديم. الثلاثة مليون فدان دول هما اللي بيطلعوا 70% أو 80% من صادراتنا من الحصرات الزراعية، اللي هي 90% منها الخضر والفاكهة. واحنا الحقيقة الخضر والفاكهة هي الحاجة الوحيدة اللي موجودة تقريبا، لو قسمت القطاع النباتي في مجموعة القطاع الزراعي هتلاقي ان في سلع استراتيجية زي القطن والرز والقمح والكلام ده اللي هو ما بتصدرش طبعا، والخضر والفاكهة اللي هي بيتم تصديرها. ودي الحاجتين اللي هم عندها مصر اكتفاء ذاتي، بالرغم من ان هي تزايد سكاني رهيب في الفترة السابقة، ولان احنا بننتج حوالي 22 مليون طن خضر، بنصدر منهم حوالي 7%، وبننتج حوالي 11 مليون طن من الفاكهة، وبنصدر حوالي 18%، فعندناش مشكلة في التصدير. هي يعني لان كان في اقاويل كتيرة قوي ان احنا نوقف شوية الصادرات عشان نكفي السوق المحلي، لكن الحقيقة المشكلة الحقيقية في السلع الاستراتيجية، لان فاتورتنا تقريبا بما يساوي من 8 ل 10 مليار دولار من قمح وذرة صفراء ولحوم وسكر وبعض يعني البنود المهمه قالوا اللي بتمثل حوالي 10 مليار. القطاع التصدير الزراعي بقى قطاع مهم، بيمثل 11% من الناتج المحلي، 35% في القطاع الزراعي بيشتغلوا حوالي 10 مليون. ايه اكتر دول بنصدر لها يا فندم؟ احنا من الدول الاساسيه اللي عندنا دول الخليج، روسيا، كل الدول الاوروبيه. يعني لو اديت لك هديك مثل، احنا اللي بنقيسها بتكتلات، يعني عندك احنا بنصدر بحوالي 2.2 مليار دولار سنويا، بنصدر 4 مليون طن خضر وفاكهه الى دول العالم كلها. لكن احنا لو حسبناها تكتلات هتلاقي مثلا التكتل الاولاني والدول العربيه بياخد حوالي 37%، يعني حوالي 800 مليون دولار. دول الاتحاد الاوروبي بيصدر له حوالي 30%. يعني بس هل دي ارقام ما 2 مليون؟ لا لا ما لا طبعا ارقام كويسه. يعني حاجه انت من احنا كنا في سنه 2005 كنا بنصدر ب 480 مليون جنيه، دلوقتي بتصدر ب 2.2 مليون مليار دولار. ما يا دوبك بقى لسه النائب يعني يا دوبك كده. لا ما هم يا فندم الحقيقه انت عشان تخشي بلد واحده بمنتج واحد لازم يبقى فيه بروتوكول حجري. البروتوكول الواحد للمنتج الواحد في البلد الواحده بيقعد سنتين ثلاثه، عشان بيجوا بقى الحجر الزراعي البلد دي عايزين نفتحها لازم يجوا ويدرسوا بقى يعني كل نوع بيبقى فيه بروتوكول؟ كل نوع فيه بروتوكول. أوكي. لكل بلد. فدي دي دي احنا مش زي يعني لو كل بلد يا فندم عايز اديها بس على سبيل المثال فراوله اخد سنتين عشان بروتوكول. بالظبط بالظبط. ده بشكل عالمي يعني؟ ده بشكل عالمي كل الدنيا كده، من سنه ونص لثلاث سنين تقريبا. يعني اليابان مثلا، اليابان بقى لنا 3.5 سنين عشان نفتح الموالح، ولكن هم عندهم بعض الاجراءات. يعني هم دايما بيهتموا بالحاجات اللي هي قد تصيبهم بامراض او حشرات. يعني أيوة. في حاجات ما بيزرعوهاش خالص هناك، زي مثلا ممكن البصل هنبتدي نفتح معاهم ان شاء الله في اليابان. يعني احنا بنزرع بصل، احنا بياخدوا من عندنا بصل. ها ما هو بياكلوا. لكن احنا في طبعا دول مستهدفه كتيره زي دول جنوب شرق اسيا، في بلاد كتيره مش بنصدر لها.